معايا على التليفون دكتورة سمية بهي الدين، عضو المجلس التخصصي للتنمية المجتمعية التابع لرئاسة الجمهورية. برحب بحضرتك معنا يا دكتورة، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا دكتورة، يعني بتفاصيل أكتر إذا تفضلتي، اللقاء النهاردة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إيه اللي تم فيه من عرض الأفكار وتوصيات خرجتم بيها؟ هو بداية زي ما انت قلتي كده، كان أول موضوع كان موضوع الخطاب الديني وتصويب الخطاب الديني وبناء الإنسان المصري المتزن بالشكل اللي هو يتناسب مع العصر الحديث. أما ما يخص مدينة رفح الجديدة، فطبعا احنا كنا قعدنا مع شيخ وعواقل رفح قبل كده في اجتماع سابق، وأخذنا منهم تصوراتهم لشكل المدينة واحتياجاتهم والخدمات اللي هم محتاجين لها وازاي وطبيعتهم هم نفسهم وازاي نقدر نكون يعني نعمل مدينة، نعمل تطور لمدينة تتوافق مع احتياجات السكان. فالنهاردة عرضنا بقى في تطور للمدينة دي وازاي ان هي تكون مدينة متكاملة بتبدأ من اول البيز الاقتصادي او قاعدة الاقتصادية اللي هتقوم عليها، فهما مجتمع بيقوم على الزراعة وازاي نعمل صناعات تكميلية للزراعة دي وازاي نوصل بالمنتج لتصديره، وفي نفس الوقت ازاي تكون المدينة متكاملة فيها كل الخدمات اللي تتناسب مع العصر الحديث وتتناسب مع طبيعة السكان نفسهم، وإزاي التنمية دي تكون بالمشاركة معاهم سواء من أول التصميم حتى التنفيذ وما بعد التنفيذ. التنفيذ بقى هيتم إزاي وإمتى ومين الجهات المعنية بداية يا فندم؟ هو إحنا النهاردة عرضنا التصور وشكل الوحدات المقترحة والتصور عن المدينة كلها والخدمات اللي المفروض تكون موجودة فيها وإزاي إن كمان ممكن يكون النواة فيها وحدة بحثية بتقوم على الزراعة أو الطاقة الشمسية، إزاي تخلي المجتمع دوت يكون حتى هو يعني النواة نفسها بتاعت المدينة تكون العلم، فاهمة قصدي؟ وفي نفس الوقت ممكن يكون فيها مستشفى أو الخدمات الصحية نفسها اللي هتكون فيها زي ما مثلا عندنا هنا 57 وعندنا مستشفى تانية بتاعت القلب في أسوان، طب ما سينا برضو محتاجة حاجة زي كده تكون نواة فيها لمدينة. فالخطوات التنفيذية هي طبعا المدينة هتكون تعداد سكانها كبير فمش هنقدر نعملها كلها مرة واحدة، هنبتدي من المرحلة الأولى اللي هي تخص الشريط الحدودي، لكن هي قبل الامتداد المستقبل، فهتتعمل على مراحل، وفي نفس الوقت النماذج دي إن هي تكون فيها الأفنية الداخلية وتكون فيها الفراغات اللي هي للداخل، فاهم قصدي؟ يعني الفتحات للداخل مش للخارج، بتحافظ على الهوية، بتحافظ على طبيعة السكان نفسهم. كويس. فنماذج دي طرحت النهاردة هي دي كانت أفكاركم يا دكتورة ولا ده يعني كان تصور مطروح على حضراتكم لإبداء الرأي فيه؟ لا، أفكار اتوضعت عن طريق المجلس، يعني احنا عشان اشتغلنا عليه تمام المجلس عظيم. وازاي ان احنا نعمل نموذج يتناسب مع طبيعة السكان نفسهم وطبيعة اصل عظيم، لان تركيبة المجلس الحقيقة وتكوينه يعني في من مختلف التخصصات وفي افكار ورؤى، فده يعني اسراء للمسألة. طيب في منطقة مهمة جدا العملية كلها، يعني التكوين بتاع المجلس يسري الفكر التنموي نفسه. صحيح يا دكتور، مختلف تخصصات. طيب في منطقة مهمة جدا وفقا للخبر انتوا اتناقشتوا فيها النهاردة، وهي دي اللي تحسس المواطن المصري ان في حاجة في حياته اختلفت، لما نقول مكافحة الفساد وتطبيق القانون على الجميع، ايه تصوركم بقى وايه الاليات لتحقيق كلام المهم ده؟ هي كانت يعني كان تصور سيادة الرئيس وبإجماع من المجلس كله الميكانة، فكرة الميكانة نفسها هي اللي هتؤدي لمكافحة الفساد، العامل البشري بيكون في فرصة للبيروقراطية أو للفساد. فأنت عملية التحويل دولة لدولة عصرية بتعمل بالميكانة هيخلي الموضوع يختلف تماما بقى، عشان لو في نفوذ ضعيفة فنخلص من المسألة دي، يعني سواء نفوذ ضعيفة أو سواء بيروقراطية بتؤدي الفساد في الآخر، عشان كل واحد يخلص شغله فبيضطر يدفع، فأنت بتقللي العامل البشري بس مش بتستغني عن حد، بتخلي عنصر الميكانة بقى الكمبيوتر والآليات بقى بتاعت الميكانة والتكنولوجيا الحديثة إن هي تخلص احتياجات المواطن نفسه. وفكرة الموضوع الشباك الواحد يعني في الاستثمار حتى في المخططات اللي بتتعمل، كل حاجة الملف يكون جاهز بحيث المستثمر يجي يقدر يخلص شغله من غير ما يقعد يلف على كذا موظف ياخد 3-4 سنين عشان يخلص شغلانه. وده مطلب رئيسي للمستثمرين سواء المصريين أو العرب والأجانب.
اي حد، اي مستثمر عايز يتعامل هيتعامل من خلال شباك واحد، حتى توفر له وقت وجهد وفلوس. تمام، يبقى الميكانة والشباك الواحد، وإيه تاني يا فندم؟ يعني كان برضو في كلام عن التمييز بين العاملين أو في تولي الوظائف، وظائف الدولة. هي يعني الطبيعي ان الوظائف للدوله تكون بناء على الخبره وليست يعني، فاهمه قصدي؟ ان الموظف لازم يكون عنده خبره، فالفكره انك ازاي يكتسب هذه الخبره، سواء بالتدريب او عن طريق انك اصلا الاعلان على الوظائف يكون يعني عن طريق الخبره، الخبرات بتاعته المكتسبه اللي خدها قبل كده او الدراسات اللي عملها قبل كده. كان في ملفات تانية اتطرحت كمان، كان ما يخص موضوع مشكله المرور وما يخص الحوادث الطرق، كان في ملف ما يخص السينما، ملف تاني كان يخص التنمية الإدارية، وفي ملف تاني يخص ترشيد الطاقة عموما، وكان في ملف التوافق المجتمعي. طيب طبعا كلها ملفات هامة جدا وضرورية في الوقت الحالي، لكن يعني انتم متكلمين مثلا في جدول زمني، في لقاء اخر تشوفوا التوصيات والافكار اللي عرضتوها النهاردة يعني انها تنفذ، يكون في متابعة ليها، يكون في مثلا تعديلات تشريعية لخدمتكم في الملفات اللي طرحتوها النهاردة. بالظبط كده، هو ده التوجيه اللي تم النهارده على طول فيما يخص بعض الملفات، ان نتوجه بقى للتعامل مع الجهات التنفيذيه باسرع يعني على طول في اسرع وقت، بحيث ان احنا نقدر نتابع تنفيذ التوصيات بتاعه سياده الرئيس، وفي نفس الوقت اللي ما يخص الحاجات اللي هتحتاج تشريعات وقوانين بنقعد مع اللجنه التشريعيه علشان خاطر نطلع القوانين المناسبه ليها ونعرضها تاني على سياده الرئيس. ده كان التوجه النهارده، انه كله يعني متابعه من كل شخص مسؤول عن الملف بتاعه، ان هو يتابع تنفيذه من خلال اليات واضحه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتوره. دكتوره سميه بهي الدين، عضو المجلس التخصصي للتنميه المجتمعيه التابع لرئاسه الجمهوريه، شكرا جزيلا.